معكم مازن، ده الفيديو الرابع في القناة. إن شاء الله هنعمل سلسلة جديدة، وهي سلسلة معاناة الفرق مع الدوريات المحلية والدوريات القارية، مثلا دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، الدوري المصري، الدوري الأسباني، الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، أي فرق أنت عايزها في الكومنتات اكتبها طبعا على طول بسرعة، اكتب أي فرق أنت عايزها نعمل عليها. طبعا إن شاء الله النهاردة هنعمل عن النادي الأهلي ومعاناته مع دوري أبطال أفريقيا وبالذات الحكام. بس قبل ما نبدأ الفيديو اعمل لايك وصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ويلا بينا. الاهلي بدأ معاناته في دوري ابطال افريقيا في عام 2007 امام النجم الساحلي كان محمد ابو تريكه، معاه كوره تعرقل وما اخدش ضربه جزاء مع انها ضربه جزاء صحيح. طبعا بس عشان تتاكد من كلامي هتشوف الفيديو ده. مثل جوه تبقى اخطر، هي دي هو ابو تريكه، يلا ابو تريكه ضربه جزاء، يلا ايه يا راجل، ايه يا راجل، في ابو تريكه رايح ياخد ضربه الجزاء صح، ما اداش ضربه جزاء العرجون، هتشوفها يا ريت بس المخرج يعيدها لنا حلوه ويعيدها لنا بالبطيء. ابو تريكه رايح وعدى يا راجل، فيها ايه، فيها ايه مش فاهم انا، عدى خلاص المدافع لعب على رجله، نشوف تاني، نشوف تاني، ضربه جزاء صحيحه 100% 100%، خلاص ابو تريكه عدى. في ايده ولا مش في ايده، هتشوف في ايده ولا مش في ايده، ضربه جزاء يا راجل، احسب بقى ضربه جزاء جوه المنطقه، انت هتحسب امتى، هتحسب امتى، لازم نشوف الحاجات دي بتتعاد، هات جت في ايده ولا لا، وبعد كده احمد شريف جوه المنطقه بيفوت، انما في عرقله هنشوفها، هنشوفها هنا مره ثانيه، يا ريت بس المخرج يديها لنا واضحه عشان نشوف ونحكم مع بعض، عشان نشوف ونحكم مع بعض بتاعت ابو تريكه فين، فيها هنا عرقله اهي، زقه ودفعه بالايد. طبعا انت شفت الفيديو ده، ده يوضح ان ضرب الجزاء صحيحة بنسبة 100%، وانت برضو تكتب تعليقك تقول دي ضرب الجزاء ولا لا. برضو رقم 2، عام 2010 هدف من لمسة يد اتكررت كتير كتير مع كل اللعبة، كل اللعبة مش كل اللعبة او كل اللعيبة جابت هدف من لمسة يد، وفي ناس اعترفت ان جابت هدف من لمسة يد وفي ناس ما اعترفتش. الاهلي ضد الترجي، هدف غريب، هدف من لمسة يد خلى الاهلي يخسر بطولة دوري ابطال افريقيا، وده في الدقيقة الاولى، يعني عيب قوي ان انت تجيب في نادي كبير زي النادي الاهلي في الدقيقة الاولى. طبعا انت هتشوف الفيديو دلوقتي. تتلعب الكرة بالقدم اليمنى ورأسية مش ممكن، غير معقول انه يكون حسبها مايكل امرامو على الطريقه المارادونيه في الدقيقه الاولى بهدف من لمسه يد، نعم هدف مباراه الذهاب، هدف محمد فضل، كان هناك شكوك، لكن غير معقول ان يتم التعويض بهذه الطريقه، غير معقول ان يتم التعويض بهذه الطريقه، صعب صعب جدا. على اي حال نشوف الاعاده، نتابع الاعاده، بالتاكيد فرحه في المدرجات واعتراض من لاعبي النادي الاهلي، كل اللاعبين نشوف من هذه الزاوية من هذه الكاميرا، هذه الرأسية فاتت من شريف، ده مش مارادونا، ده مارادونا يتعلم منه، ده مارادونا يتعلم من إنرامو، مش ممكن، لا 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 لا، يعني إذا كان هدف مباراة الذهاب وتكلمنا وتحدثنا وقلنا وكان هناك جدل، يعني هل هناك تعمد من فضل؟ طبعا انت شفت الفيديو دلوقتي ويوضح ان الاهلي جاء في جون زون. هنشوف بقى الفيديو رقم، هنشوف رقم 3، هو عام 2016 الاهلي ضد الوداد المغرب، هدف ملغي من مؤمن زكريا وتحسب تسلم مع انه هدف صحيح بنسبة 100%، كل المحللين قالوا ان هو هدف صحيح وما مش اي غلطة. هتشوف الفيديو دلوقتي، كورة داخل المنطقة والحارس يخطي وهدية، هدية مشانية من سوهير العمروبي، ولكن هدف يلغى، سنتابع لعكا إن كانت السنة الموجودة بلادة، هي الكرة في طريقة نحو الشباك بمتابعة حجازي، لكن مؤمن زكريا لامس الكرة، هل كان مؤمن في التسلل؟ هنا الإعادة، هنا الإعادة، الحارس تبرع يخطي.
اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. طبعا شفتوا اللقطه دلوقتي، وقول رايك برضو. هو انا شايف ان هي هدف صحيح بنسبه 100%. طبعا انا حبيت اتكلم النهارده عن النادي الاهلي، وما حبيتش ان انا اطول في الفيديو النهارده. وايه اهم حاجه، تكتب تعليق في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك والجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم مازن هشام من قناه مازن هشام. سلام.